كوكو بنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كدوزوا الصيف زوين وبخير وعلى خير. وصفة اليوم هي وصفة لنفخ الخدود بالنسبة للبنات اللي كيعانيو من هاد البلاصة، كتكون ضعيفة بحالي أنا. ولكن إلا رجعتوا الفيديوهات الأولين ديالي غادي يبان لكم واحد الفرق. والحمد لله الوصفة اللي كندير وهذه ديال الوجه والوصفة ديال زيادة الوزن زوينة بزاف، لعبة لعبها مع ما يتسالى. الوغ وصفة اليوم هي وصفة اللي قلنا لنفخ الخدود و اون ميم طون للترهلات اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا وبداية الكلف، لان هذا المكون هذا اللي غادي نخدموا عليه اليوم هو مكون غني بالفيتامينات، بلا فيتامين، فيه لا فيتامين او، وفيه بزاف المكونات اللي كتخلي كتفرز لينا دوك المواد اللي كيجيو مع البشره ديالنا باش كتعاونهم ما يبقاش فيهم دوك التصبغات اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا. هذا المكون هو التفاح. كيف كتعرفوا الوصفات اللي كنعطيكم كلها كتكون كان لا باز كتكون مزيانه والنتيجه كتبان. علاش كتصيفطوا لي لا كوزي كتقولوا لي الوصفات دقه بطله؟ لان كيكونوا غنيين بالفيتامين اللي كنحتاجهم الذات ديالنا، سواء الجسم او لا البشره ديالنا. كنديروها على وجهنا لمده 30 دقيقه، وكنديروها وكنماصي وكنحاولوا نديروا اليوغا ديالنا من التحت لفوق، كنبقاو نديروا بهذه الطريقه باش كي يتنفخوا لينا، بحال قلتي الرياضه ديال هاد الخدود هادو، باش كيتنفخوا لينا في اسرع وقت. ها في اسرع وقت. وبالنسبه للوصفات اللي كيكونوا النتيجه ديالهم كتبان في ساعه كنقولها لكم، والنتيجه اللي كتعطل كنقول لكم خاص المداومه، سواء هنا او لا في الجروب ديالي ديال الفيسبوك كنقول لكم خاص المداومه من الاخر. وصفه اليوم سهله بزاف، وتقدروا تزيدوا عليها الاضافات اللي غادي نقول لكم. قلنا كديروها 30 دقيقه، واهم حاجه انكم تغسلوها بما بارد 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 يكون بارد، لانه هو اللي غيدير لكم الانتعاش للوجه ديالكم. كنديروها في الصباح وكنديروها بالليل، 30 دقيقه في الصباح 30 دقيقه في الليل. حاولوا ديروا ليها الوقت بالنسبه للبنات اللي ضعفات باش يديروها. انا حتى انا كنديرها وزوينه بزاف. وحاولوا ترجعوا الفيديوهات اللور باش غادي تشوفوا الفرق شويه بدا كيبان الحمد لله، وبالوصفه ديال زياده الوزن الحمد لله. خليكم مع طريقه الاستعمال، وشكرا على التتبع ديالكم، وشكرا للبنات بزاف 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 اللي كيصيفطوا لي ميساج، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا لكم، نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما كناخذوا التفاحه وكنسلقوها، كنحيدوا من القشره وكنسلقوها وكنطحنوها، كنخلطوها في ان باماري، ومن بعد كنطبقوها على الوجه ديالنا. بالنسبه اللي عندها بدايه الكلف تقدر تزيد زيت جنين القمح او لا زيت العود كوزميتيك او لا زيت الزنجلان اي زيت السمسم. هادو هما الزيوت اللي تقدروا تضيفوهم على هاد الوصفه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من ترهلات وبدايات الكلف. شكرا على التتبع ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش تغسلوا بالماء بارد.